سين الشعبية تتحول إلى بنغازي. كم هائل من العمارات مبنية عن طريق صناديق الكبريت، كم مهول مهول من الشقق اللي لا فيهم لا فن معماري ولا منظر ولا شكل ولا طعمة ولا لون ولا أي حاجة، مساكن فقط، صناديق 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 وراء صناديق، يعني أبشع من هيك ما خلق ربي بصراحة. يعني مهندس معماري يشوف المنظر هذا يتألم، هنا فعلا نتألم. بلادنا الحلوة ينبنى فيها مشاريع للنهب، لنهب الأموال فقط فقط فقط. فإن شاء الله أن نوقف ضد هذه المشاريع اللي مصممة أصلا لنهب الأموال، مصممة لنهب الأموال فقط. يجب أن نقف ضد هذه المشاريع بإذن الله.